هل يكرر الرئيس ترامب الخطأ التاريخي للرئيس هيربرت هوفر؟ في رئيس أمريكي اسمه هيربرت هوفر، هو يعتبر أفشل رئيس أمريكي. هيربرت هوفر كان موجود في البيت الأبيض وفي أزمة اقتصادية بادئة في أمريكا والعالم، إلا إن الرئيس هيربرت هوفر ما كانش بيستجيب لأي حد، فالمثقفين والخبراء وعلماء الاقتصاد كلهم بعتوا رسالة موقعة منهم للرئيس هوفر بتقوله إما إنك تعمل هذه الإصلاحات الاقتصادية، وإما إن هذه السياسات هتؤدي إلى انكماش وإلى كساد كبير، وأمريكا تدخل على أزمة اقتصادية كبرى. نفس اللي حصل مع الرئيس هوفر حصل مع الرئيس ترامب، إن في أكتر من 1000 مثقف وخبير ومفكر ورجل اقتصاد وبعضهم مستشارين سابقين لرؤساء أمريكا بعتوا رسالة للرئيس ترامب إن هذه السياسات هتؤدي إلى انكماش وإلى كساد كبير، وإن الحرب التجارية اللي بتاخدها هتؤدي إلى كساد كبير جدا ويؤدي إلى أزمة ضخمة في أمريكا. بعض المحللين بيقولوا الموقف دلوقتي غير الموقف زمان، ورئيس ترامب عنده مؤشرات اقتصادية كويسة جدا متعلقة بمعدل النمو ومعدل التشغيل، وبالتالي في مبالغة كبيرة جدا لو احنا شبهنا الرئيس ترامب بالرئيس هوفر. انما محللين اخرين بيقولوا لا، ممكن فعلا ده يؤدي الى كساد كبير، وممكن يكرر تجربة هوفر، لا هوفر كان بيسمع الكلام ولا الرئيس ترامب بيسمع الكلام، وممكن يكون العالم مقبل على مشكلة وتكون أمريكا نفسها مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة.